صباح الخير وأهلا بكم. بين 25 أيار 2000 واليوم سنوات تغيرت فيها معادلات كثيرة. انتهى الاحتلال الإسرائيلي واستمرت المقاومة قوة رادعة أثبتت قدراتها في العام 2006. برز الخطر التكفيري فوسع حزب الله رقعة مقاومته ليخوض حربا تعد وجودية بالنسبة للمنطقة وتركيبتها. حوار اليوم ينطلق من ذكرى التحرير ليناقش في تحديات المقاومة اليوم وفي قدراتها في وجه التمدد الداعشي وفي زمن التغيرات المفصلية، مع ضيفنا منسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية أنيس نقاش. صباح الخير أستاذ أنيس. أهلا وسهلا بك ومشاهدين. بذكرى 25 أيار ما فينا نبلش إلا بسؤال، هل أضاع حزب الله البوصلة؟ يعني عادة يقاوم في وجه الإسرائيل واحتلالها، اليوم يقاتل في الساحة السورية، في الساحة العراقية، يمكن في الجرود اللبنانية على الحدود، في وجه داعش وليس في وجه إسرائيل، داعش والنصرة. بداية كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. لا، لم يضيع الحزب الله البوصلة، والسبب بقراءاتنا واللي وضحناها خلال السنوات الماضية. الواقع يقول على أن كل ما يجري في المنطقة هو أولا بديناميكية الفوضى الخلاقة. نعم. واللي ما بيعرف شو هي الفوضى الخلاقة، هي ديناميكية التفاعلات بالصراعات المحلية التي تؤثر على الوضع الإقليمي ككل. هذا جوهر الموضوع. بعضها يكون مذهبي، بعضها يكون ديني، بعضها يكون عرقي قومي إلى آخره. المهم فوضى لإعادة رسم خرائط المنطقة. وإعادة رسم خرائط المنطقة بما يسمى شرق أوسط جديد أو مشرق جديد أو إلى آخره، الهدف منه على أن نبعد الخطر عن إسرائيل من أجل أن تستريح إلى عقود قادمة. نعم. هذه كل تحليلاتنا خلال السنوات الماضية، وبالتالي ما يجري اليوم على الساحة هدفه الأساسي هو ضرب المقاومة ومنعها من استكمال جهوزيتها التي يعترف بها العدو يوما بعد يوم على أن تعاظم قوتها وقدراتها، وليست فقط المقاومة في لبنان بل أيضا في فلسطين، لكي لا يسمح لها بأن تستكمل هذه الجهوزية وتستكمل عمقها الاستراتيجي الذي كان ويجب أن يبقى من أجل المستقبل الذي هو عبر سوريا والعراق وإيران إلى آخره. ولماذا لا تنضم إليها دول عربية أخرى؟ يعني أنت لما تنتصر وتكون سجدتك سليمة ممكن أن تضم إليك الآخرين. فجاءت عملية عكسية من خلال هذه المخططات من أجل منعها من الاستكمال وضرب ظهرها ومنع العمق الاستراتيجي من أن يتحقق. ولذلك أنت عندما تدافع عما هو موجود، أنا أشبه هذا بسبع أيار. نعم. يعني أنت سبع أيار اللبناني، جاء من يمد يده على شبكة الاتصالات للمقاومة فقلت له هذا خط أحمر، واضطريت أن تنزل إلى الشارع من أجل منع هذه المؤامرة، ووجدت مخرج في الآخر بالدوحة للتفاهم. عندما جاءوا يهددون بفوضى بالمنطقة، إذا حدا سمعني أكثر مرة في مداخلات قلت لهم نحن سنستطيع أن نتعامل مع هذه الفوضى، ونبشركم بسبع أيار إقليمي، بمعنى أنه سيكون لنا تدخل في كل المنطقة لمنع ما تريدون من تحقيقه. بس اليوم في كتار بيعتبروا أن حزب الله الذي كان مقاومة انتصرت في 2000، صمدت في 2006 وتحولت إلى قوة إقليمية، اليوم تغرق نفسها بوحول مثل ما هن بيسموها المنطقة والوحول السورية تحديدا. هذا حسب من أين يقف وكيف ينظر إلى الصورة. والبعض مغرض، يعني من جملة أهدافه هو أن يقول أنتم تحولتم، ولكن في المقدمة ماذا قلت؟ قلت أنهم يريدوا كشف ظهر المقاومة، يريدين ضرب خطوط إمدادها، وهذا ليس سري، مكتوب بالوثائق الأمريكية، مكتوب بالمقالات الإسرائيلية، على أن تغيير موقع سوريا من دولة داعمة للمقاومة ومقاومة بحد ذاتها إلى دولة حليفة للمعسكر الاعتدال العربي يضرب المقاومة في ظهرها. أن استمرار الفوضى والاشتباكات والاقتتال في المنطقة يضعف نفس المقاومة في المنطقة إلى آخره. فإذن هي لا تبتعد عن جوهر معركتها، بالعكس توسعت نطاق الاشتباك. هذا لم يكن من رغبة حزب الله، ولكنه أمر مفروض عليها، فهو لا يستطيع أن يقول هذا لا يعنيني. نعم. أن تأتي قوة تكفيرية تكون على كتفه في الهرمل، ونحن نعرف أن العمق الاستراتيجي لحزب الله يبدأ إذا كان الجبهة في جنوب لبنان، ولكنه لا يتوقف عند نهاية شمال البقاع وكل المنطقة، وبالتالي لا يستطيع أن يقبل بقوة تكفيرية تهدد أمنه وتهدد مراكزه. على كل سيد حسن نصر الله بخطابه الأخير يحذر من نكبة يصنعها التكفيريون أخطر من نكبة فلسطين. نعم. السبب في ذلك أن نكبة فلسطين هو عدو خارجي استيطاني
استطاع أن يخرج في ذلك الزمن ليس أكثر من 1,200,000 فلسطيني، الآن أصبح عددهم في المهجر يفوق 6 مليون. ولكن إذا نظرت اليوم ماذا فعلته الحروب الداخلية عن قوى التكفيرية التي أخرجت سنة العراق من مدنهم بسبب الهجمات بالملايين في العراق، بالملايين في سوريا، وما يحصل اليوم في اليمن، فمعنى ذلك أن النكبة التي سنواجهها لا تتوقف عند بلد أولا، لأن فلسطين كانت بلد محدود، ولكنها تمتد إلى كل رقعة المنطقة. ثانيا تمزق النسيج الاجتماعي. إسرائيل جاءت كقوة أجنبية واستقرت وحاربت الجميع تحت هوية واحدة وكانت ملتقى للتوحد عليها. اليوم الذي يحصل هو تمزيق للنسيج الاجتماعي في المنطقة، وهذا أخطر من احتلال الأرض، لأن هذا معناته بداية حروب أهلية نعرف كيف تبدأ ولكن لا نعرف كيف تنتهي، وهذا يعني يدمر كل الثروات، يدمر كل الإمكانات، يدمر الحضارات، ويبعدنا عن مشاريع التنمية لكي تصبح شيء من الخيال. كل هذا استنزاف مريع، يمكن أن نسميه بكل وضوح نكبة أخطر من نكبة فلسطين. طيب اليوم عم نشوف الكل عم يحكي عن نكبة، محور المقاومة بيقول أنه هي معركة وجودية بالنسبة له، الغرب بقيادة الولايات المتحدة بيقول أنه نحن نقاتل داعش، رغم هيك داعش تستمر وتتمدد، عم نشوف إن كان بالعراق بالمرحلة الأخيرة، إن كان بسوريا مكملة، ما في شيء عم يردعه. يعني أولا أنا بحب أعيد الأمور إلى بساطتها الأولية لكي نقرأ بشكل سليم. فضل. أصبح هناك تغيير في الجغرافيا حتمي ما بين الأراضي العراقية والأراضي السورية، بحيث أن هناك دولة تحاول أن تستكمل قدراتها وحدودها ونفوذها في المنطقة، وهي دولة داعش. نعم. لا نستطيع أن ننكر ذلك، هم موجودين هون موجودين هون، وليسوا موجودين في الجبال أو في الجرود أو في الصحاري، موجودين في مدن كبيرة وازنة ومساحتها أكبر من مساحة كثير من الدول العربية اليوم. نعم. يعني هي مساحتها اليوم هي أكبر من سوريا، إذا بتضم الأراضي الموجودة العراقية السورية مع بعض هي أكبر من ما تبقى بيد النظام. صحيح النسبة 25 بس بيد النظام، و50% بيد داعش، و25 بيد فصائل أخرى، أو منا دقيقة كتير. يعني هلا يمكن بالجغرافيا تكون قريبة من الواقع، ولكن ليس بالديموغرافيا وليس بالنفوذ. نعم. يعني في صحارى كثير، في مساحات خالية كثير، هذه لا يعتد بها، وبالتالي ليس دقيق هذا الكلام التوصيف بالشكل العام. مفاتيح القدرة الأساسية ما زالت بيد النظام. نعم. إذا درستها بالموانئ، إذا درستها بالساحل، إذا درستها بالعاصمة، إذا درستها بالمدن الأساسية، ولو أن بعض المدن خرجت منها، فبالتالي هذا توصيف غير سليم. الآن إعادة الأمور إلى بساطتها، هناك دولة تتشكل في المنطقة، تشكل هذه الدولة يضرب جغرافية بلدين بالواقع. نعم. مش بالمستقبل، بالواقع العملي، هو العراق وسوريا. القوى الشبيهة لداعش التي تبايع داعش في مناطق أخرى مثل مثلا في مصر وسيناء أو في ليبيا أو في أفريقيا، هي مشاريع انضمام إلى هذه الدولة. بمعنى أن هناك أيديولوجيا تتفشى في العالم وتضرب استقرار كثير من البلدان تحت نفس المشروع ونفس نفس الأهداف. نعم. وهو عنوان إعادة بناء خلافة من هذا النوع. هلا الخلافة بحد ذاتها مشروع، قد يكون مشروع بمعنى ليجيتم، يعني لملايين من المسلمين. نعم. أنه والله ليش ما يكون عندنا دولة كبيرة إسلامية، ولكن نموذج هذه الخلافة واضح بأسلوبه، بتفكيره، بعقيدته، بممارسته، بضرب التنوع، بالاصطدام مع كل من لا يتفق معه 100% بالأفكار بأن يكفره، ولذلك وصف بالتكفير. فإذا هناك جغرافيا جديدة تتكون، هناك أيديولوجية جديدة تعمم، وبالتالي أنت أمام ظاهرة تشبه ظاهرة النازية في الحرب العالمية الثانية والفاشية، بأنه في قوة وجدت أنه الاسباس فيتال، يعني المساحة الحيوية لها، يجب أن تتوسع وأن تسيطر بعقيدتها اللي هي العنصرية التفوقية للنازية على بقية شعوب أوروبا. هنا يجد التطهر الديني عنده أنه مذهبه هو المذهب الذي يجب أن يسود والذي يجب أن يحكم. فإذن هذا التحدي اليوم، هذا التبسيط عندما نبسطه بهذا الشكل الواقعي، هذه قراءة واقعية على الأرض. صحيح. لكن يظهر صورة خطيرة جداً، أن الأمور ما عادت كما يريد البعض دائما أن يرتب هذه الديباجة على أن سوريا صراع بين معارضة تريد تغيير النظام وإسقاط رئيس. الكرة الأرضية اليوم كلها تمر بهذا التحدي،
ليست المسألة المالكي أين أخطأ ولا العبادي أين يصلح الأخطاء ولا أين يكون الدستور العراقي. هناك شيء جديد يخلق في المنطقة وجودي على المنطقة يهدد ليس فقط العراق وليس فقط سوريا. لنفترض جدلا أن هذه الدولة أخذت كل سوريا والعراق بالقهر والتدمير وإلى آخره. برنامجها لا يقف عند حدود، هي ليست هوية عراقية، هي ليست هوية سورية، لا تعترف أصلا بهذا، لا تعترف بذلك. فإذا أول هدف سيكون إلها الدول المحيطة بها. لبنان هذا تحصيل حاصل كما أراك، بالنسبة لهم هذا لا يحتاج إلى استراتيجية، هذا يعني أصلا ضمن بلاد الشام، ضمن بلاد الشام سيأخذونه، هو ساحل ضروري للتجارة والآخرين. تركيا بموقعها وبامتدادها وبهويتها الإسلامية ليست بعيدة. أما تحدثني بمحوركم بتقولوا أنه قد تكون داعمة لهذه القوات داعشية. نعم، هنا المصيبة، أنك أنت كيف تدعم بالبداية، يعني أنت لو ترجع تقرأ تاريخ الحرب العالمية الأولى والثانية، نعم، تجد أنه كانت الصناعات الأمريكية يعني بشكل مدهش تتعامل مع ألمانيا النازية، وكانت قصة الديون الألمانية للبنوك اليهود قصة كبيرة على أنه كيف نستطيع أن نسترجع من خلال العلاقة. ففي أحيانا مقطع لا يستوعب الإنسان خطورة ما أنت تتعامل معه، يظن أنه يستطيع السيطرة وبالتالي يفقد السيطرة بعد ذلك. يمكن المثل الأقرب كمان تنظيم القاعدة بأفغانستان، قبل الاتفاق السوفيتي. السلام الذي وقع بين ستالين وهتلر، نعم، أدى إلى ماذا؟ أدى إلى أن الألمان وصلوا إلى موسكو. يعني الأوروبيين كلهم يومتها مثل ما بقولوا عصبوا من ستالين أنه كيف تعمل هذا الاتفاق. هو كان يعتبر أنه السلم مع هتلر يبعد عنه الكأس المرة، تريد الرأسمالية أن تتقاتل فتتقاتل، نحن دولة شيوعية ما خصنا بحروب الرأسمالية. هذا كانت حجة ستالين، ووقع اتفاق سلم مع هتلر. ما كانت النتيجة؟ ما لقى إلا هتلر صار على أبواب موسكو، وستالينغراد تضطر أن تدمر وهي مدينته من أجل أن يعيد تحريرها، وبالآخر انهارت النازية وصلوا إلى تمسكت هذه الأحداث التاريخية على الواقع اليوم. في داعش يتمدد، أنا متأكد على أن كثير من القوى الإقليمية استفادت من الحركات السلفية، نعم، بمرحلة تكتيكية، وما زالت البعض يريد أن يستمر وهو يعتقد أنه يستطيع أن يسيطر عليها ويستطيع أن يتحكم بها. ديناميكية هذا الحراك لا تثبت ذلك بداتا، ودروس التاريخ تعطينا عبر كبيرة على أنه هذا ليس مضمون، ليس بمضمون أبدا. اليوم أنا بحاجة إليك لتعطيني ميزانيتي الشهرية أو لتمرق لي شوية أسلحة. لما جيش بأمه وأبوه بموصل بيسقط وبصير في عندي مخزون من الأسلحة، لا يحتاج أسلحة من الخارج ولا يحتاج أموال من الخارج. عندما يصبح عندي آبار نفط أنا ببيعك إياه وبجبرك تدفع لي ثمنها، ما أنا بعود بحاجة إليك للمقاتلين. ولما بصير في عندي آلاف المدن بشعوبها وبسكانها وقادر أن ربي أجيال وأفتح مدارس ودخل العالم، إبراهن على 4-5 سنين لحتى طلع جيل مقتنع بعقيدتي ويقدر يقاتل معي. طيب إذا بعض الدول الإقليمية لم تقتنع بعد بهذا المنطق، الولايات المتحدة كانت سباقة بحسب رأيها بقتال داعش. هنا السؤال رغم هيك نشوف مثلا لما فاتوا على تدمر قطعوا 70 كيلومتر تقريبا من الرقة ودير الزور ليوصلوا على تدمر بالبادية، مكشوفين للطيران التحالف وما عمل شيء هذا التحالف. ليه؟ هنا السؤال الكبير، على أنه أيضا دروس التاريخ تعطينا عبر على أنه ليس كل ما يعلم في السياسة يكون هو الخط الصحيح لاستراتيجية أي دولة. نعم، يعني اليوم بالحرب العالمية الثانية بيسأل الضابط أنه بدنا نعمل مناورة إلهاء للجيش الألماني في جنوب أوروبا، نعمل إنزال وهمي في إيطاليا لنهمه أن الهجوم الكبير هو في أوروبا، في جنوب أوروبا. قد ايه بكلفنا هذه العملية التعمية هذه على الجيش الألماني؟ قال بحدود 10,000 قتيل، فليكن، قال له فليكن، ونزلوا في جنوب إيطاليا وقاموا بمعارك كبيرة فقط من أجل جلب الجيش الألماني إلى جنوب أوروبا، في حين أن الهجوم الأساسي كان وين؟ بالنورماندي. فإذا هذه العملية أدت إلى تصريحات وسفر ومناورات ومؤتمرات صحفية وحركة من الضباط يذهبون إلى المغرب وإلى آخره من أجل إلهاء الألمان. الدول الكبرى عندما تخطط لشيء لا تأتي وتقول هذه هي خطط الحقيقية التي يريد. طيب شو الخطط الحقيقية للولايات المتحدة؟ أنا عندما أقول أن هناك فوضى خلاقة منبعها استراتيجي هو الولايات المتحدة، نعم، وعلى أن الولايات المتحدة مقتنعة على أن خرائط هذه المنطقة ليست خرائط سليمة ويجب تبديلها بدأت غير بكل التحليل.
هل أقتنع بأن أوباما يقول أنا أريد أن أساعد الدولة العراقية على أن تبقى العراق كما هو وأن أساعد سوريا على أن تبقى كما هي، وهو في جوهر استراتيجية الخفية للولايات المتحدة هو تدمير هذه الجغرافيات؟ هذا السؤال البديهي. يعني تارك داعش متكل عليها لتخربط الوضع على الأرض، لاحظ شراسة، ونوصل لرسم خرائط جديدة، لاحظ شراسة الهجوم الطيران الأمريكي على عين العرب. نعم. راح شراسته لما توجهوا إلى أربيل. صح. ما ممكن دخل بغارات، عشرات الغارات يوميا لمنعهم من التقدم، ولكن في أماكن أخرى كما تفضلت أنه بيمشي 70 كيلو ولا بيمشي 100 كيلو ولا بيعمل حشد على منطقة. اليوم بيطلع إحصاء بقول نحن عملنا بحدود 4000 غارة خلال هالست 7 أشهر. 4000 غارة. نحن في لبنان ب 33 يوم إسرائيل عملت 14000 غارة لحتى تحقق أهدافها ما وصلت النتيجة. صح. معنى ذلك أنه التحالف الأمريكي بيضحك على العالم لما بقول 4000 غارة بهذه المساحة الجغرافية الكبيرة وبهذا الحراك، وهو يعرف أولا على أن عندما كان في العراق ومعه 250000 جندي أمريكي وكل الطيران الأمريكي يملأ القواعد الجوية العراقية، يعني لا يحتاج أن يأتي من الخارج، ولم يستطع أن يوقف الزحف على الأرض تيار مثل القاعدة أو غيره، واضطر أن يسلح العشائر من أجل أن تشتبك معه. فإذن استراتيجية الطيران إلى هدفين، الهدف الأول هو التعمية على أن الولايات المتحدة لا تريد لهذه القوة أن تتمدد، وهذا كذب، أنا بجزم أنه كذب. اثنين، لكي تلعب دور المايسترو أنه وين أنت فيك تتقدم وين ممنوع تتقدم، أمتى الحشد الشعبي بالعراق له حق يفوت، أمتى مفلين له يفوت، مين بكون شريكي بهذا التحالف، مين ما بكون شريكي بهذا التحالف، أو كما يعتقد البعض أنه تريد أن تجر رجل إيران إلى التعاون معها في هذا. صحيح. في هذا الموضوع. يعني هذا المنطق عم نسمعه اليوم أنه الولايات المتحدة تغض النظر عن تقدم داعش لتصير هي بالجو وإيران على الأرض. فإذا هذا يؤكد نظريتي على أنه له هدفين، أن تكون مسيطرة لرسم الخطوط الحمر، وبنفس الوقت أن تحدد من الذي يستطيع أن يرسم خرائط جديدة، وهذا أخطر ما يمكن أن نواجهه. فإذا المطلوب الأول، الموقف السياسي الأول الاستراتيجي لكل حر في هذه المنطقة هو اللعنة على الولايات المتحدة التي تتلاعب بالعقول وتتلاعب بالاستراتيجيات من أجل أجندة سرية خاصة بها. لا يمكن أن نرجو الخلاص من الولايات المتحدة. وأكبر إيران وين بالمقابل؟ وأكبر دليل على ذلك أن الحكومة العراقية عندها اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة. المتحدة اشترت أسلحة ب 500 مليون دولار ولم تسلمهم الولايات المتحدة أثناء الزنقة زي ما يقولوا المصري. نعم. عنده الحاجة هلا يعني صارت تجيهم موسكو للعراقيين. الروس اليوم عم يعطون أسلحة بشكل سريع وفوري، والولايات المتحدة لم تفرش حتى الآن عن طائرات الأباتشي التي هي من أهم الطائرات. يعني أنا بنظري اليوم الهليكوبتر أهم من الاف 16 أو الاف 15 لأنها قدرة المناورة عندها لملاحقة العناصر والمجموعات هي أكثر من الطائرة القاذفة الكبيرة. ولكن أستاذ أنيس، يعني اليوم عم نحكي عن الولايات المتحدة أنه هذا مخططة، أنتوا بالمبدأ أعداء للولايات المتحدة، المحور المؤلف من إيران وحلفائها على الأرض، شو الخطة البديلة اللي عم بحطها؟ أولاً كل القوة، أنا لا أتحدث عن إيران ولا أتحدث عن حزب الله ولا أتحدث عن الدولة في سوريا، أتحدث عن القوى الرمادية. نعم. التي البعض منها ما زال يعتقد على أنه هو أولاً مضطر أن ينسق كل أموره مع الولايات المتحدة لأنها الدولة العظمى، وهذه نقطة خطر كبيرة بالتفكير السياسي. اثنين، على أنها ليست عدوته بل أنها ممكن أن تكون ولو جزئياً حليفة. مثل مين؟ أنا ناس بالعراق، ناس بالدولة، رئيس يعني حكومي؟ ايه رئيس الحكومة وأحزاب وأعضاء بالمجلس. ما تعلم هلأ من الخطين الأخير؟ ما بعرف، أنا ما شفت بعد يعني شيء قاطع. توجهه نحو موسكو، توجهه نحو موسكو، هذا توجه الأمر توجه الحزب الشعبي. لا يكفي، لا يوجه أن تتوجه إلى البديل، يجب أن تعلن وتأخذ موقف من هذا التحالف المسموم الغير سليم، وأن تقول أجواء العراقية لا تحتاج إلى هذه الألعاب، لا تحتاج إلى هذا التدخل. وبالتالي أنت يجب أن تكف يد الولايات المتحدة على أن تكون لاعب أساسي بما هي تريده. يعني أنت ما معقول يكون عندك قناعة على أن الولايات المتحدة لديها أجندة سرية
وفي نفس الوقت أنت تسمح لها بالمناورة في سمائك وأرضك من أجل أن تنفذ هذه المناورة. شو بكون؟ يعني بسياسة إجل عبادي الله لا يدير هذه الازدواجية. الملك كان رفضه. إذا كان مهمته يدير الازدواجية على الشعب العراقي أن يدرك أنه هذا ما بيعدي النتيجة. طيب يوم بس العراق عم شوف حشد الشعبي بدأ بالأمس هجوم ضد داعش وسيطرته، رح يستمر فيه؟ رح يقدر بسرعة فائقة يستعيد؟ أولا أنا قبل أن أتحرك في العسكر وقبل أن أقول أمنت حشد. نعم. أنا إنسان سياسي، يعني إذا لم يكن العنوان السياسي صحيح وسليم أنت لا تستطيع أن تؤمن الحشد السليم. طيب شو المطلوب اليوم؟ المطلوب عندما تقول أن الولايات المتحدة تتآمر على العراق، أولا كل عراقي لازم يشيل من باله على أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون حليف له أو منقذ له. نعم. حتى عمليا شو بصير؟ كيف بينعكس هذا على الأرض؟ أنه ما أنتظر الطيران الأمريكي يدخل معي بمعركة وقت اللي أنا بكون محشور، لانه بعرف انه هذا ممكن يخونني، ممكن انه يكون هذا هون ما خط احمر بالنسبه له، يمكن يكون اهميته بمحل اخر. ولذلك انا لا اعول على شريك هو اصلا مسموم، هو اصلا مضروب، وبالتالي يجب ينشال هذا الموضوع من باله. اثنين، يمكن بخطاب اخر عندما تعرف ان الولايات المتحده تتلاعب بكم سنه وشيعه في العراق، خطاب اخر في بالشعب العراقي يتبدل من اجل ان يقول نريد كذا وكذا في العراق، والعراقيون يجدون نقطه تفاهم اكثر امام داعش. مش كل واحد لحاله يروح على واشنطن يقول لهم ساعدوني على داعش. بس هذا بإطار الخطة الأمريكية اللي أعلن بمكان أنه بدأ تتكل على تسليح العشائر، استقبلت مسعود البرزاني لوحده. إلى أي مدى يجب أن ننتظر لكي يقتنعوا أنه اللي عم بقوله صح، أنه عندهم أجندة سرية؟ يعني يوم أنا أقول بدي سلح السنة لحاله، بدي سلح الأكراد لحاله، بدي سلح الحكومة لأكتريتها شيعية، هذا منطق. شو بتكون عم تعمل أنت؟ عم تعمل اللي قاله مسعود برزاني، أنه الخرائط الجغرافية اليوم ترسم بالدماء. نعم. حيث يكون عندك سلاح وقدرة ترسم خريطتك بتقول هذه إلي، وبكرة لما بتروح على البرلمان لو عندك قبة برلمان واحدة بالعراق لحتى تحكي، ما تكون عم تحكي بالمنطق وبالمصالح العامة، عم تحكي بما لديك قدرة على الأرض. فهذا بصير حوار الميليشيات وحوار الجيوش. فإذا أنت شفت أمريكا عم تخطط لهذا الشيء، كيف تستمر بالاعتقاد على أن أمريكا هي حليف يمكن أن يشكل حلف دولي ضد هذا الإرهاب وضد هذا التكفير ومن أجل إنقاذك؟ هو يتلاعب بك، وحسم هذه المسألة يمكن أن يخرجك من هذه. يعني المفروض كبداية لمحاربة داعش برأيك العراق يعني حسم المسألة من الولايات المتحدة بتاتا سريع إلى جانب هي عدو أساسي، إيران، هو متلاعب أساسي، حزب الله عندها وروسيا. يبحث عن حلفائه، ما تكون روسيا فقط مصدر سلاح، فرق أن تكون روسيا مصدر سلاح، فرق أن تكون شنغهاي حليف أساسي في هذه المعركة لرسم خرائط المنطقة. لازم أن تفتح الأوراق في دول عالمية لها مصلحة في المنطقة. نعم. أنت بتروح بتعمل اتفاقيات استراتيجية مع الولايات المتحدة اللي هي عم تتلاعب فيك، وما بتروح تعمل اتفاقيات استراتيجية مع شنغهاي اللي هي ممكن تكون حليفك الأساسي لمصالحك. هذا هو الغباء السياسي القاصر اليوم في الحكومة العراقية، يجب أن نقوله علنا. طيب عم نحكي عن العراق، لكن الواقعة المدنية هذا بالنسبة للولايات المتحدة، العراق وسوريا كمان. هذا بالنسبة للولايات المتحدة. اثنين، أنت لما بتقول أنا ما بدي غير الخرائط. نعم. يعني خلينا ناخذ ونعطي مع العالم بقوله. أنت بتقول أنا ما بدي أغير خريطة العراق، على أساس ما بدك تغير خريطة العراق؟ العراق فيه مكونات، أنت اعترفت بالمكونات أنها مذهبية ودينية وعرقية واللي بدك إياه. إذا أنت بدك السياسة عندك تكون من خلال تشكيل أحزابك وقياداتك وتمثيلك والبوست المواقع اللي بدك تاخذها بالدولة بناء للمذاهب والعرقيات وإلى آخره، فأنت عم بتدير دولة عرقيات ومذاهب، ما عم بتدير دولة مواطنة. وبالتالي خطابك هو المؤسس للانقسامات، لأنه إذا ما بتعطيني حصتي بدي اشتبك أنا وياك وبدي انفصل عنك. صحيح. وإذا بتعطيني حصتي بالقوة اللي أنا بديها وأنت بتحس حالك مقهور بدك أنت تفكر تنفصل عني، وبالتالي الخطاب يجب أن يتغير. فيا الشباب بالعراق، أنتوا شو خطابكم؟ شو المطلوب؟ الأمريكي ورطكم بدستور لبناني، لبنان اللي هي زبالة العالم، هيك اللبنانيين لازم يفهموا، نحن من صدرنا زبالة الفكر في المنطقة، ونحن ندعي أنه عندنا حرية وديمقراطية في هذا البلد. نحن لما منقول اللبنانة، ما هي اللبنانة؟ عبر ما سمى بالديمقراطية التوافقية بمكان. شو ديمقراطية؟ هي توازن طوائف، زعم عشائر. يعني أنت فيك تحكي بلبنان لأنه في عندك زعيم طائفي حاميك أو عندك حزب حاميك، فيك تسب على الثاني وهذاك يكون في ذلك، مش لأنه نحن ديمقراطيين في أنفسنا. ما صحيح هذا الحكي، لأنه طلع بحزب كل واحد بيورط ابنه وابنه وبضلوا متابع وبضل داير اهل المذهب تبعه طائفته مثل العشيره. فما في المهم اللبنانه هي جوهرها،
صراع الطوائف في الحروب الأهلية. طب رح بعدين سمعنا عند العرقنة الموضوع العراقي، بدي أنتقل شوي للشق السوري. يعني العراق فهمنا شو المشكل الذي يحول دون مكافحة داعش بهذه الفعالية. بالشق السوري مثلا في كثير علامات استفهام بتدمر، كيف بهذه السرعة يسيطر داعش؟ ليه الجيش انسحب بهذه السرعة كمان؟ شو عم بيصير بسوريا؟ أنا برأيي في مسألة أن الجيش السوري أثبت قوة وفاجأ العالم بصموده بهذه السنوات. نعم. بس أنا لا يرضيني ذلك. أنا لا يرضيني ذلك. شو المطلوب منه؟ يعني ليس مجرد الصمود هو العظمة. في أشياء كثيرة لم تحصل. بمعنى أولا طبيعة المعركة تتطلب على أن جيش نظامي لوحده لا يستطيع أن يقاتل هذه الظواهر. فقد تأخر بناء الدفاع الوطني سنتين مثلا. نعم. حتى اليوم مستوى الأداء للدفاع الوطني ومع الجيش، يعني الكومبينيشن ما بين جيش نظامي والدفاع الوطني، لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. لم ننشئ حتى اليوم، مع أنه في عنا ظواهر من هالنوع مثل نبل والزهراء ومدن أخرى، وأنه كيف تبني الدفاع الذاتي لقرى بعينها. نعم. يعني أنت ما بحاجة لتحرك قوات الدفاع الوطني أو الجيش لتحمي منطقة إذا فيها دفاع ذاتي من أهلها. يعني نبل والزهراء ما عم يبعثوا لهم جيش، ما عم يبعثوا لهم دفاع وطني، ما عم يقدروا يوصلهم، ولكن لهلا بعضهم صامدين وما عم بيخلوا حدا يدخل الى اراضيهم. صحيح. فاذا انت بدك تعمل استراتيجيه بليفلز متعدد، بانك تغطي دائره الدفاع الذاتي الموجود للناس تدافع عن نفسها، فهذا بشيل عن كاهل الجيش والدفاع الوطني قدرات، تؤمن الدفاع الوطني لحمايه المواقع الاساسيه ولا تكون مهمته هجومية مع الجيش فقط، بل يؤمن مرة، ويكون الجيش هو القوة الضاربة الذي يتحرك حيث يجب أن يتحرك، لأنه يتحرك بكل عتاده، يعني الأرضي والمدفعي والجوي إلى آخره، بتنسيق قوي جدا، فهو قادر على حسم مسائل الهجوم، في حين الدفاع الوطني ممكن أن تكرسه لعملية الدفاعات، يعني يتخندق مثل ما أوليك بيعملوا بمناطق أنفاق وخندق وإلى آخره. نعم. هذه لسه ما في عنا أن نحشدوا يا ناس حتى نروح ندافع عن منطقة. فإذا في تقييم للأداء يجب أن يحصل. برجع بقول أنه السياسي جدا مهم. اليوم إذا أنت عم بتقود معركة مع داعش، ما هو مستوى التنسيق؟ شوف لك هالمسألة. التنسيق بين مين ومين؟ بين العراق وسوريا، بين لبنان وسوريا والعراق. لبنان رسمي شيله عشان في حزب الله. لا لا، حتى حزب الله، حتى حزب الله يعني ما بينسق مع السوريين؟ أنت لما غير التنسيق، أنت لما بتطلع كل مرة تبرر ليش حزب الله بده يكون موجود في سوريا ولا يكون موجود في العراق، وآخر شيء طرحه السيد أنه سنكون حيث يجب أن نكون. صحيح. بكل جغرافية المنطقة. أنت إذا أقمت الحلف الذي أتحدث عنه دائما، حلف مقاومة الفاشية الإسلامية الجديدة في المنطقة من عدة بلدان، لا تعود حاجة إليك أنك تبرر أنت ليش رايح حتى على بغداد. هلا بتخيل اليوم بطلع محل التبرير، يعني ما حدا بقى. لا لا لا، بعد الموقف السياسي لم يحسن، بعدك انت حاسس وكانك عم بتروح وبدك تبرر وبدك تقول ليش والى اخره، حتى لعناصرك، حتى لشعبك. الموضوع السياسي جدا مهم في هذه المعركه. نعم. ليش الامريكي بيعمل حلف عالمي ليروح على محل ونحن اللي وصل الدم للركب عنا ونحن المستهدفون؟ لم نعلن حلفا حتى اليوم. شو بدك يعني علنا يطلع يقولوا في حلف يجب أن ايراني يعلن عراقي يعلن حلف سوري حزب حلف اللهوي حلف محاربه الفاشيه الاسلاميه الجديده، كل الأديان والمذاهب المتضررة من هذا الموضوع يجب أن تنسق بالسياسة الدولية، تحشد لها قوة دولية معك، ما تترك الولايات المتحدة تتلاعب في هذا الموضوع وهي من الذي خلق هذه الفاشية. من قيام حلف من هالنوع؟ الوعي السياسي وفهم القيادات عند مين؟ عند كل الأطراف. يعني أنا ما سمعت هذا الخطاب كاقتراح من سوريا طلع للعراق ولا سوريا لإيران، لا سمعت هذا من إيران مطروح على العراق وسوريا، وما سمعته من العراق. تصور أنت وزير خارجية العراقي متى تحرك وذهب إلى دمشق لكي يجلس؟ متى؟ عندما حمل رسالة الولايات المتحدة إلى سوريا لكي يقول حننسق نحن وياكم عن طريقنا للضربات الجوية الأمريكية. يعني حضرته لولا أمريكي ما طلب منه أن يروح على سوريا ليخبر السوريين أنه هو بده يكون عقدة الوصل ما بينه وما بين الضربات الجوية التي ستكون على أراضي سوريا، ما وجدت شيء مهم أن يروح ينسق مع سوريا اللي عم بتحارب داعش مثل ما هو عم بحارب داعش. في ناس بعدهم أسرى الخرايط وأسرى مذهبيتهم وأسرى حزبهم. هالحلف شو رح يأثر؟ والتلاتة يعني بدمروا يعني بعض. حزب الله موجود بسوريا، لاحظ شو عم بيعمل؟ قوة عراقية كمان موجودة بسوريا، لاحظ شو عم بيعمل؟ التلاتة بدمروا بعض بسوريا. أسير حزبه. نعم. ومرحبا يا حزب. اثنين أسير مذهبه
ولا يستطيع أي مذهب في هذه المنطقة مهما كبر أو صغر أنه هو يدافع عن حقه عن الموضوع لوحده، وأسير خرائطه اللي هو منه مقتنع فيها أو مقتنع فيها ومنه عارف كيف يدافع عنها. نعم. ولا يتحرك إلا لما الأمريكي يعطي ضوء أخضر. فهذه مصيبة في السياسة، هذا ينعكس في الأداء العسكري، ينعكس في الأداء السياسي. طيب إذا شلنا العراق على جنب لأنه واضح تحفظاتك على أداء الحكومة العراقية، في إيران، حزب الله، سوريا، ثلاث قوى اليوم موجودة على الأرض السورية، ما هيك؟ ما بيركب بدون العراق، ما فيك تفصل هذا الموضوع. واليوم القدرة الكبيرة اللي عم تحصل عليها داعش من إمكانات أسلحة، منين جابت الأسلحة الكبيرة؟ أخذوا لهم كم دبابة من الجيش السوري، أخذوا مئات الأبرامز دبابات الأمريكية من الموصل. نعم. ما قدروا يسرقوا مصاري من 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 سوريا، هربوا لهم كم كميون نفط من الرقة ولا غيرها، ولكن عم بيجيبوا كميات هائلة من الأموال اجتهم من البنك المركزي في العراق. فما فيني أقول العراق إذا كان أعوج أو تعبان معليش ماشي الحال فيها استراتيجية تركب. يجب أن يكون هناك موقف واضح بالعراق. إذا ما أعطوا موقف واضح بالعراق ومن العراقيين. يا سيزانيس العراق ما بده يعطي موقف واضح، ما بده يمشي مثل ما عم تقول، بضل الحلف الباقي واقف. ما بيقدر. أيضا أعيدك إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، هناك دول لم تكن تريد أن تدخل، انشغل عليها باللوبيات بالتهديد بالترغيب من أجل أن تدخل. مين قال لك أن الولايات المتحدة لا بالحرب العالمية الأولى ولا بالثانية كانت تريد أن تدخل الحرب مع الحلفاء؟ انشغل على الولايات المتحدة بكل وضع ارجع على لكتب التاريخ. استاذ انيس كل ما سالتك عم تحط لي الحق على العراق، رح روح للاقصى، اعتبر العراق خصم اليوم لمحوركم، مش بس واقف بالنص او تارك علاقته مع الامريكيين، انتم كمحور شو عم تعملوا اليوم على الارض؟ اليوم شو المطلوب منكم؟ شو خياراتكم؟ شو المتاح امامكم؟ هلا اذا كان صار محور هو مضاد، يعني حلقه بظهرك، يصبح معه حرب وليس نعم. يصبح معه تفاهم. نحن الحمد لله لسنا في هذه الحاله. انا عم بعلي الصوت ليش؟ من أجل أن يفهم الجميع على أن هناك تقصير بالوعي والفهم، ويجب أن يكون هناك خطاب آخر. يعني امبارح ما كنا رايحين عروسة لنجيب سلاح، هلا رحنا عروسة وقلنا ما بقى في مجال. نعم. قطعنا الأمل من أمريكا أن تسلحنا السلاح اللي اشتريناه. مش كمان الحشد الشعبي كان ممنوع يتحرك، هلا صار فيه يتحرك. ما هو المصيبة أن يتحرك عندما الأمريكي يقول إنه هذا مسموح. مين اللي قال له بدي إياه مرة وما بدي إياه برا؟ مش حضرته رئيس الوزراء؟ صحيح. طب هذا شو، مين مسؤول عن وعيه السياسي؟ مين مسؤول عن وعيه استراتيجي؟ طيب اليوم على يجب الأرض نهزله العصب اليوم على الأرض ما بعرف كمان إذا مش الحشد الشعبي بالعراق عناصر داعش إذا رح يفروا لسوريا. داعش بده يسيطر على مساحات إن كان بدير الزور إن كان بالرقة إن كان دعك من ذلك. ورد يتوسع، لا يفروا من محل ولا يأتوا لمحل. هؤلاء سيصمدوا في كل نقطة يقاتلوا عنها. هلأ أحيانا بجيب من سوريا بحشد بيضطر لهجوم معين إلى كم ألف مقاتل، غدا قد يأتي من كم ألف مقاتل من العراق ليهاجم بسوريا بيعملها، ولكن ليس في ذهنه بتاتا أن يتخلى عن ساحة لمصلحة ساحة. قوة وقدرة داعش هي أن تتحدث عن موضوعين، أنها دعست سايكس بيكو ولم يتجرع عليها حتى القوميين العرب الأباسل، وثانيا أن تتحدث عن خلافة. نعم. إذا داعش تقول أنا أقاتل في قطر تصبح زي مثل النصرة، أنه هي هدفها إسقاط فقط نظام وتفقد كل وهجها وكل قدراتها. إذا تحدثت عن معارضة مسلحة من أجل تغيير في أماكن دون عنوان الخلافة فقدت وهجها في كل أنحاء العالم مع كل هدول اللي عم بيبيعوها. عم تسوي لنا داعش كأنه هذه القوة التي لن تقهر، يعني جاي وجاي. أنا عم شخصها، هي جاي وجاي، ما عم تتخذ لك مدينة بعد مدينة، هي موجودة مش جاي، هي مش قاعدة تحت الأرض وبتطلع، مش عم تهددك من وراء الستار. لسه تهزم أو لن تهزم، في حدا عم بيقومها ومقتنع وعنده قدرات أو شو؟ قلت لك شرايط هزيمة داعش لا تهزم بالقتال المنفرد، لا تهزم ضمن عقلية المحافظة على خرائط سايكس بيكو، ولن تهزم بدون تشكيل حلف سياسي يحدد طبيعة هذه القوى ويضع الجميع أمام التحديات. نعم. أنت يا تركيا وين موقفك من هذه الفاشية الجديدة؟ ما فيها تقول أنا ما خصني وخصني أوقات برع على الحدود أو بدك تعمل حلف قوي بهذا الموضوع ويكون دولي وليس فقط إقليمي. الصين وروسيا وكثير من الدول لهم مصلحة. البريكس يمكن يجي لقى أنه عدم الاستقرار سيأثر على الاقتصاد العالمي ويكون له مصلحة. واضح. ولكن طول ما الخطاب انه والله هذه مشكله سوريه مع الرئيس ولا منروح الرئيس، العالم برا ما له علاقه فيك. طول ما هي المساله اداره ازمه عراقيه ما بين المكونات الشيعيه والسنيه والهبل هيك يعني والهبل المذهبي، العالم ما له علاقه فيك. يعني حتى يمكن صارت اوضح ما نقل بالامس عن سيد حسن نصر الله، يمكن في توضيح من العلاقات الاعلاميه بالحزب، بس كمان مضمونه بيبقى واضح، راح احكي عنه بعد الفاصل. سيد حسن نصر الله وعلى راسنا، ما هو رئيس دوله كبرى
ولا رئيس دولة إقليمية. يعني هو ما بيصير، يعني مطلوب من رؤساء الدول لا كان ما بيقدر هو، إذا الحكومات لم تستطع أن ترتفع إلى هذا المستوى اللي أنا عم أتحدث فيه بتكون مصيبة. أن يكون حزب عندك بلبنان واعي للتحديات ويقول سنكون حيث يجب أن نكون، وهو ليس له أي مشروعية حكومية. وأنا ماني ضد، لأنه اليوم في عندك منظمات غير حكومية عبر الحدود بتشتغل، نعم. بتشتغل سلما بتشتغل حربا، موجود هذه الظاهرة. صحيح. فبيقدر حزب الله يقول لك أنا تحولت إلى حزب دولي مش بس حزب إقليمي، ما حدا بيمنعه. ولكن السؤال هي على الحكومات، هل نضل نشتغل بالقطارة أم أنه الآن هذا التحدي قد يكون إيجابي جدا، إيجابي لإعادة رسم خرائط المنطقة بالشكل الذي ينفع المنطقة. بعد الفاصل سنتابع بعد في كثير نقاط نحكي فيها، فاصل ونعود المتابعة في حوار اليوم مع ضيفنا الأستاذ أنيس نقاش. عودة إلى حوار اليوم مع ضيفنا منسق شبكة أمان الأستاذ أنيس نقاش. أستاذ أنيس، رح أنطلق من كلام السيد حسن نصر الله بالأمس اللي سرب مع ما بعرف الإيضاحات ناطرين يمكن أكثر اليوم بخطابه، بس بكل الأحوال بيحكي عن معركة وجودية، بيحكي عن تعبئة عامة. هون يمكن هذه النقطة اللي كان بدها تقصد بتوضيح العلاقات العالمية، بيحكي عن أوراق قوة لم تستخدم بعد، وبيحكي عن انتهاء الخلاف السعودي القطري التركي وانخراط الثلاثة بالمعركة ضدنا مثل ما بيقول. البعض قرأ من خلال الخطاب أنه وصلنا لساعة الحسم أو لمرحلة جديدة أقل من الصراع المفتوح. أنا ما لقيت في شيء سقف أعلى من سقف الشعار الذي سنقاتل في ساحات جديدة وهي مفتوحة في الزمان والمكان وسنكون حيث يجب أن نكون. نعم. هذا قاله حيا على التلفزيون حتى ما يقول أنه حدا قول أو استجد. فتحت هذا السقف اللي عم تحدث فيه، هذا كله جزء. نعم. يعني أنت إذا بحاجة لها المعركة أنك تعلن النفير العام، تعلن النفير العام، وشاعر أنه في قوة كبيرة عم تحرك ضدك، مشان هيك بدك تتواجد بأكثر من ساحة. فما في شيء جديد. أنا الشيء الوحيد اللي يمكن بيلفت النظر، لا يجب أن يفهم وكأنه المستهدف في هذه المعركة هي طائفة أو مذهب بعينه في هذه المنطقة، وهذا أكبر خطأ. نعم. هذا أكبر خطأ. ما حدا قام بهالمعركة كلياتها بالمنطقة، لا من أمريكا ولا من تركيا ولا من فلان ولا من فلان، من أجل استهداف مذهب أو فريق من فريق التكوين الاجتماعي. قاموا أساساً الدول الكبرى من أجل سياسة معينة وهي حماية إسرائيل، وهذا يعني كل الأحرار في المنطقة، من مسيحي ودرزي ومسلم وسني وشيعي وعلوي ويزيد أي اللي بدك إياه. وقاموا من أجل رسم خرائط غصب عنا، يعني من خلال الصراع الفوضى الخلاقة يلي بيخلق وعي زائف، يتفكر الواحد أنه هذه مصلحته من خلال الخوف، أن يخلق لنا خرائط جغرافية سياسية جديدة بناء لهذه المكونات الطائفية والمذهبية. وبالتالي هذه هي المؤامرة. أمام كل ذلك أنا أجد أن الجميع مستهدف. نعم. الجميع مستهدف وليس فريق أو غير فريق. وهذا يتطلب على أن خطاب حزب الله وخطاب كل الأحرار وخطاب الحكومات يجب أن يكون خطابا جامعا بالسياسة وبالعسكر. وبالعسكر ليش الألمون تكون معركة حزب الله لوحده؟ ما في لبناني، الحكومة اللبنانية ما عندها قرار أنه تكون عم تشارك. شو بدي بالحكومة؟ شو بدي بالحكومة؟ مين بدك؟ مثل ما حزب الله له حق كحزب أنه يتحرك، ما في أحزاب حاسة في خطر من داعش على هذا المكون اللبناني؟ ما في عقلية خلاقة تقدر وتلاقي له لو فصيل العسكري بمعنى نعم. 15 واحد يقولوا نحن منا حزب الله رايحين نقاتل بالقلمون مع حزب الله لأنه مصلحة لبنان يتطلب ذلك. صعب كتير، يعني صعب كتير يكون عقلنا خلاق لما هو بيقدر يجيب لي تونسي وشيشاني ويقول أنا أممية إسلامية ونحن بنرجع حنصير كأنه عم نقاتل ضاحية إسلامية فقط أو 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 جنوب لبنان أو بس أهل بعلبك الهرمين. ما صحيح هذا الحكي. في فاشية عم تتفشى بالمنطقة، في ضرب للأديان مش بس للدين الإسلامي، في ضرب لكل الرسالات الإلهية اللي طلعت لكل الأديان بإدعاء هؤلاء بأن الله هكذا يريد. حتى إذا ما كنا حاسين وما عارفين كيف نطرحه لكل العالم منكون كل واحد عم يتحرك مثلنا مثله، يعني كوبي عن هذا الآخر. هي يمكن المشكلة أنه حتى القوى اللي تسمى بالمعتدلة والرهان عليها تكون عم بتقود الشارع السني حتى بمكان يعتبر أنه عم تغطي تحركات النصرة أو داعش، والبعض بحط بهذا الكلام بهذا الإطار كلام سعد الحريري.
شو سعد الحريري اصلا منه مخفي انه عم بحد عم بنفذ سياسه واجنده السعوديه التي هي المحور الاساسي لكل حركتها في المنطقه، هو ضرب محور المقاومه. عدوها الاساسي في المنطقه هو حزب الله وليس شيء اخر. نعم، ليست اراضي المملكه مهدده باي حال من الاحوال، وليست مصالحها كانت مهدده من الاحوال الا من هذا الا من هذا الباب. هلا صارت مهدده من باب داعش بعد التفجير بالمنطقه الشرقيه. هي افترت على نفسها عندما قلقلت الامن والاستقرار في المنطقه واخرجت السجناء من سجونها وقالوا لهم اذهبوا وانتحروا وفجروا وقاتلوا في العراق وسوريا. هي اللي افترت على نفسها، اعتقدت انه هذه النيران فيها ترميها برا وما يوصل على 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 بيتها، وهذا منه صحيح. هي عادوا اليهم اليوم بعمليات، وهذه ليست مدخل بسيط. اذا عدنا بالتاريخ لما حصل في سوريا وما حصل في العراق، هكذا كانت تبدأ عمليات انتحارية في أماكن معينة تستهدف زرع الفتنة وزرع القلقلة، لأنه القاعدة وأمثالها لا يعيشون إلا من خلال الفوضى. يعني إذا في دولة ومستقرة وأمن والعالم عم تتقاتل، هدول ما لهم الخطاب. نعم. من خلال الخوف والفوضى والقتلني لأقتلك، عندها يستطيع أن يجمع ويحشد ويستطيع أن يعني يأخذ مساحات في السياسة. وبالتالي الذي يحصل اليوم في السعادة في السعودية هو سيناريو مكرر لما حصل في سوريا والعراق، انه بتبدي بعمليات بالاخر بتلاقي نقطة زيت صغيرة لكي توسعها وتبدأ بحشد الناس من خلال الخطر. الفرق عن السعودية عن العراق وسوريا على ان ايديولوجية داعش، نعم، فلسفة السلفية الجهادية التكفيرية منبعها في السعودية. يعني منه محتاج يسقف العالم، هو محتاج فقط ان يوجد بيئة لأمن وصراع مذهبي وطائفي في المملكة، وقد يكون قبائلي في المستقبل، عندها يعني تكون النار في الهشيم، لأنه أيديولوجيتها جاهزة. نعم. جاهزة. بس التفجير اللي صار هو بمناطق شيعية. نعم، ولكن اليوم لاحظ أنه الاستنكار هو على مستوى حكومي، ولكن اذهب إلى مناطق أخرى هن عبقوها إعلاميا ضد ما يسمى الروافض والشيعة. نعم. طب أنت ما فيك تقول روح اقتلوا الروافض والشيعة بلبنان وسوريا والعراق، بس اللي عنا ما تقتلوهم، يعني ما هذا كله واحد. فأنت عم بتحرض ببلدك، الآن اجت كرة النار لبلدك، وهذا شو معناته؟ إذا بك تحكم على هذه العملية أنه هذه إجرامية، عليك تحكم عليها في كل مكان في سوريا وفي العراق. نعم. من أجل ذلك نحن نقول لقد لعبتم بالنار والآن وصلت النار إلى دياركم. بس هو معروف أنه بالسعودية كانوا فككوا شبكات لداعش، وحتى وصول محمد بن نايف إلى مرتبة ولاية العهد أتى بمكان بإطار صراعه مع تنظيم القاعدة ومع داعش والمنظمة التكفيرية. ما في بحث التكفيرية. هني عم بحاولوا من أيام أفغانستان على أنه هذه الظاهرة تكون أداة لاستراتيجيتهم مع الولايات المتحدة في العالم، ولكن أن لا تنعكس عليهم. ولكن هون التحدي، هل تستمروا على المدى البعيد تبعدوا هذه النيران؟ من قال انه السعوديه كانت تدخل حرب مباشره بجيشها وبامكاناتها مع اليمن؟ مين قال؟ لو كانوا قادرين على ان يبعدوا هذه الكاس المره عنهم عن طريق بروكسي، عن طريق احزاب، عن طريق قوى، عن طريق جيش يمني اللي بدك اياه، سنين وهم عم بيقاتلوا باليمن عن طريق اخرين، بيت الاحمر وبيت الاصفر وبيت الجيش الفلان وحزب الفلان والعشائر والاخير، وعم يشتروا العالم لحتى يهلكوا اليمن ويبعدوه عن 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 الخطر عن حدوده. الان اضطروا ان يدخلوا بانفسهم ازاي المعركه، لماذا؟ لانه هذه الاستراتيجيه في اليمن فشلت، وهذا دليل على انك لما تلعب بالنيران بيجي وقت بدك تضطر انت انك تفوت بالمعركه. يعني اليوم بين اليمن واستحقاقات الداعشيه الداخليه بالسعوديه رايحه لمأزق المملكه؟ مأزق كبير، لانه اولا فتحت حرب مع الشعب اليمني 24 مليون، وهو شعب لم يهزم عبر التاريخ ولم يحتله احد، ولديهم تجربه بالسنوات الماضيه كيف اخذوا 60 70 كيلومتر داخل الاراضي السعودية، والآن عندهم محافظتين هدول أصلهم لليمن، ممكن أنه يخدوهم بكل بساطة وإلى كذا حقي أنه نرجعهم. وثبتت أنه هذه عاصفة الحزم تبعيتهم اللي غيروا لها اسمها للأمل وما عارفين شو بيعملوا فيها اليوم، هي عاصفة وهم، وهي مثل ما سميتها أنا معركة الربع الخالي. نعم. يعني أنت حتفوت بهذه الصحراء ولح تضيع بهذه الصحراء. اليوم كل القدرات السعودية مع حلفائها أثبتت فشلها، هي غير قادرة على إعادة منصور هادي الى اليمن، وهو يهرب من المفاوضات في جنيف. شفت البيان اللي طلعه؟ صحيح، انه ما مروا على جنيف لانه الظروف غير مناسبه، وما هو حق، لانه لو راح على جنيف وقال لهم انا ما عندي شيء باليمن وماني قادر سيطر على اليمن، انت شو محلك من الاعراب؟ فبالتالي ما انه قادر يروح يفاوض، قالوا له ما تروح على اليمن حتى ما ننكشف، ما عنده شيء باليمن.
في بعض البؤر عم بخلصوها الجيش اليمني واللجان الثورية، وبالتالي من قادرين. بس رغم هيك القصف الجوي السعودي إلى أي مدى استمر؟ إلى أي مدى؟ شهر شهرين ثلاثة أربعة بدك نضلك تقصف سنة، وهن هلأ تحولت العملية الدفاعية في اليمن إلى عملية هجومية عبر الحدود. اليوم كل المواقع الحدودية على الحدود اليمنية السعودية دمرت. نعم. المباشرة حتى مراكز التحكم فيها وقيادة العمليات قد دمرت وبعمق كبير، وبالتالي قاب قوسين أو أدنى أن القوات اليمنية قد تدخل على الأراضي السعودية وتبدأ بأخذ مواقعها. هلأ كنا عم نحكي عن السعودية، العاهل السعودي يشدد على أن كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون مع الجريمة التي حصلت سيكون عرضة للمحاسبة أو المحاكمة والمحاكمة عفوا. طبيعي. كيف الموقف؟ ما بيقدر يكون غير هيك، ولكن هل يتجرأ على إيقاف كل المحطات التلفزة وكل الفتاوى وكل المواقف التي تكفر الآخرين؟ هنا التحدي في المملكة السعودية، أنه هو بده يكون منبع الفكر التكفيري ولكن لا يريد أن العمل التكفيري يدخل إلى أراضيه، وهذا مستحيل. طيب بدي أرجع على لبنان، شطينا بالحديث وصلنا على الخليج. على لبنان اليوم معركة الحدود القلمون البقاع الشمالي عم تخاض من خلال معركة القلمون، عم يجمعوا أكثر جهود عرسال المسلحين، حزب الله رسم سقفه، الدولة اللبنانية حتى الحكومة رافضة من خلال موقف رئيسها تناقش هذا الموضوع، سعد الحريري وتيار المستقبل طلب مهلة، طلب مهلة الرئيس تمام سلام. طيب بس في أرض محتلة 400 كيلومتر مربع محتلين، مش أول مرة حكومة لبنان العتيد ما بتاخذ موقف من التحرير ولا تدخل بالتحرير، والمقاومة بتحرر. جاهز اليوم حزب الله يخوض هيك معركة؟ بس أنا بتمنى أنه هلأ معركة العرسال، يعني بتضلكم تلاقولكم 20 30 50 100، أنا بمنكم أكثر من هيك كم ألف 100 مقاتل ما يكونوا فقط من حزب الله ويقولوا نحن اللبنانيين معكم بدنا نقاتل لتحرير هذه الأرض. شو دلالاته وأهميته؟ أهميته أنه ما يقولوا أنه والله فقط حزب الله وأنه جزء من مذهبه هو اللي عم بيكون بهذا العمل. أنا الأوان على أن نفكر بعمل جبهوي، لأنه هذا هو الذي يخرجنا أولا في السياسة بشكل سليم. يا أخي أنت مش عم بتدافع عن كل الطوائف والعالم والأديان المتنوعة بهذه المنطقة، صح ولا لا؟ نعم. مش هذا الخطر الداعشي؟ طب وينهم هدول ما يجوا يدافعوا عن حالهم؟ بس إذا واحد من غير طائفة فات بهذا الموضوع بيقولوا تشيع دغري. ليش بده يتشيع أخي؟ أنا جبت سلاح المقاومة وحرب حزب الله على تيار المستقبل. ليش 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 لا بده يتشيع ولا بده؟ ليش ما صار في مقاومة وطنية بالزمان كان فيها أكثر من فصيل؟ مش كان الحزب الشيوعي عم بقاتل مقاومة والحزب القومي عم بقاتل مقاومة وعملوا غرفة عمليات مشتركة والفلسطيني واللبناني كانوا عم بقاتلوا؟ ما بقى حدا قاتل إسرائيل إلا حزب الله؟ ما صحيح، التاريخ منه هيك. نعم. والواقع اليوم في كتبر من غير هيك، وبغزة منه هيك. فالأمور مش دائما أنه أين تنفع العصبية والتنظيم وننسى المسائل السياسية. إذا كان عقل أمني عسكري هو اللي عم بخطط هذه بتكون مصيبة، لأنه بالسياسي بدأ خطاب آخر. اليوم في هذا مش بس القلمون على فكرة، هذا لكل المنطقة. هلا الحزب القومي مثلا عم بقاتل يا أخي، طب ليش شو بقاتل بالسر؟ أنا بسمع قوميين عمين عشوان. لا لما بروح له شهيد يقول علنا هذا دافع عن الأمة، دافع عن التنوع، هذا اللي عم بحكيه. القومي عمين عيون. السقف السياسي للمنطقة لما يكون في حلف إقليمي دولي لمحاربة هذه الفشية، عندها ما عندك مشكلة تودي مين مكان إلى هذه المعركة، ولا يخجل أي حزب أن يكون جزء من هذه المعركة. كل واحد بيسقط وبنقول علنا إحنا عم نقاتل وتحت رايته بدي قاتل. طيب اليوم اللي عم بشوف الخريطة بشوف داعش صار بتدمر، في خطر على القلمون من ناحية معينة، في وصول للبنان يمكن يكون من ناحية تانية، رح يكون عند داعش إمكانية التمدد بهذه السرعة؟ كل شيء وارد إذا ما نعمل خطة عكسية. يعني اليوم ما فيك تقول إنه والله أنا عم بتصدى بس لأنه إجاني بعمليات انتحارية فاجأني. في معركة بالعراق جرت من أجل فتحها 70 عملية انتحارية. نعم صحيح. اليوم بجسر الشغور وبمنطقة تانية إذا معركة سجن حلب بنعمل عليها أكثر من 12 عملية انتحارية. فإذا أنت هذه الأمور ما لازم تقول بدك تفاجئني، هذا ما معناته أنه العمليات الانتحارية ما لها طريقة لصدها. ما تجي تقول أنه التاو هلأ فاجئني، وأنت معروف أنه التاو قد وزع عليهم منذ سنتين. فإذا دباباتك بدها تتحرك مش كأنه عم تخوض معركة دبابات تجاه دبابات، دبابات تجاه ناس مسلحين بصواريخ حرارية مضادة للدبابات. هذا للجندي اللي فورا لازم ينعطى له تعليمات وكيف يتصدى لذلك. وبرجع بقول ليش في مناطق ما زالت صامدة؟
ليش سجن حلب ما سقط حتى ما نقول شو يابانيين اللي عم يدافع عنه كانوا جيش سوري؟ طيب شو الاعتبارات؟ يعني ادلب تسقط بسرعه، جسر الشغور بسرعه، تدمر بسرعه، ومناطق ثانيه. انا ما بجاوب عن القوى العسكريه والدوله، انا بقول قيموا المعركه بشكل سليم، استفيدوا من العبره وعمموها، عمموها اهم شيء، لانه ممكن يكون ضابط عنده تجربه وهو ناجح والى اخره، بس ما صار وقت او ما صار مجال او ما عندك سيستم بالجيش يعمم التجربه الايجابيه، ما بعرف. خلل بالاداره يعني. بالاداره. اذا كان في غرفه عمليات بتعمم انه انتبهوا في هيك وفي هيك وفي هذا الاسلوب الانجع. عبد الستار لقى طريقه ممتازه لحمايه الدبابه، شو هي عممها على الكل؟ فلان لقى طريقه ممتازه للحمايه من صواريخ. ليش سجن حلب هلا انا تعول سجن حلب بتعرف شو بعمل فيهم؟ مدرسه. بياخذهم بكسدرهم على كل المواقع، قول لهم احكوا للعالم كيف بتدافعوا عن سجن حلب. ليش قدر يعمل خنادق مثل ما هو عامل خنادق وعمل انفاق وزرع بطاطا وقدر يعيش بمنطقه وما اضطر انه يهرب؟ نعم. هل لانه كان مطوق ما عنده اما ان يقاتل او لا يقاتل؟ ارفعوا شعار طارق بن زياد، البحر من خلفكم والعدو من امامكم، من اين المفر؟ فما هذا كله مسائل، مساله تقنيه، مساله تكتيكيه، يجب ان تعمم. بس برجع بقول خللنا الاساسي هو خلل سياسي. ما عاد مقبول اليوم ان نستمر بالقتال وكانه الدوله السوريه فقط هي المهدده. الان في ناس مصرين بسوريا بدافعوا عن النظام وعن الرئيس بشار الاسد، اذا هذا سقفك انت مهزوم من هلا. اذا وعيك السياسي هلا في ناس مفكرين اذا هذا سقفه يعني رايحه التسويه ضد او لازم يعطي سقف اعلى للمعركه. سقف اعلى اكيد. لانه المعركه مش هيك، المعركه اخطر من هيك، المعركه اخطر من هيك. انا ما بعرف حجم المعركه، بعدلها لوازمها وبعدلها قواتها بالعناصر وبالسلاح وبالاستراتيجيات وبالسياسات. طيب بالتنسيق الامني يعني قرينا ثلاث سنين انه او سنتين اقل بنقرا عن قاسم سليماني وعن حزب الله يشارك وينظم وما بعرف شو، في تنسيق بيناتهم، في غرفه عمليات او لا؟ في فرق كبير بان ترسل انت مجموعه من الخبراء لحتى يقولوا لك كيف بتدافع عن موقع. نعم. فرق كبير بانك توضع استراتيجيه بان تدافع عن اقليم يمتد على عدة دول، في فرق كبير. هذا اللي عم بحكي عنه، قد ينجح محل مثل ما اجيت حررت كثير من المناطق لانه والله الضابط كان جيد او الخبير اللي اجى نصحه نصيحه جيده. نعم. او اقتحمت القصير بطريقه منطقيه، او هلا عم تحرر القلموه بطريقه منطقيه، ولكن هل هذا يقارن بالاستراتيجيه الاقليميه التي نحتاج اليها؟ لا، ما صحيح، ما صحيح. هلا للاسف انه لنا ساعه عم نحكي، وبمناسبه ذكرى التحرير، المقاومه والتحرير، وكل حديثنا صار كيف نواجه داعش، نواجه هذا التكفير، وكانه اسرائيل حتى نحن بالاعلام باذهاننا تكون مغيبه، صارت نظرا للخطوره والمخاطر الجديده اللي عم نعنيها اسرائيل اليوم. ما في شك انه بالفضاء السياسي والاعلامي هذا حاصل. نعم. انه 99% من ما يحصل اليوم بالاعلام وبالحوار هو اليمن، العراق، سوريا. صحيح. هذه المسائل، وانه بتجي فلسطين يعني بالقوه لما بصير في شيء بتحسه بالاعلام بده يمرق، حتى لو مرق يمكن ما يلفت النظر. نعم. هذا واقع. بس عن الخطر الاسرائيلي، على الواقع، يعني على الواقع. انا اللي مطمني، كأنه صار درجه ثانيه، انا اللي مطمني على انه المقاومه رغم ذلك لم تتاخر يوم على استمرار جهوزيتها واستعدادها لمواجهه اسرائيل. قادره تكون على جبهتين، هيدا اللي بالحروب السابقه انا شاهد عليه لانه ابن التجربتين بعرف. قادره تكون على جبهتين، نحن بالسبعينات والثمانينات ما ضل فدائي بالجنوب لما صارت الحرب الأهلية في الداخل، ما ضل في أي استعداد واقع على الأرض لمواجهة المرحلة اللي بعدها. نعم. وبالتالي فقدنا فترة زمنية وفقدنا من الإمكانات، وحد نستلحق ذلك بعد أن انتهت الحرب. ولكن ما يحصل اليوم على أن حزب الله والمقاومة لم يتأخروا يوم ولم يتوقف يوم عن استمرار الاستعداد، وهذه تصريحات العدو تشهد ذلك وهو يعرف. هذا اللي بطمني أكثر شيء، على انه حتى لما بدات معركه القلمون الجبهه بالجنوب كانت مستنفره، وحتى في سوريا مستنفره لاي احتمال ولا اي تدخل. والعدو يعني حزب الله يكون على اكثر من ساحه. نعم، مع اكثر من عدو يستطيع. طيب اليوم بذكرى التحرير، كمان اذا بنرجع لتجربه 2006، كان في اسماء بالشق العسكري بحزب الله، منها الحاج عماد مغنيه استشهدوا. قدر الحزب اليوم عوض هذه الخساره أو ما في أي مشكلة؟ لأنه الحزب باعتراف الأجانب، يعني أنا بعد 2006 شفت خبراء عسكريين أجانب أول كلمة قالوها إنه نحن اكتشفنا إنه في سيستم بهذا الحزب، في منظومة بهذا الحزب، وهذا معناته إنك أنت عم تدرب، عم تخلق كوادر، عم تجيب دم جديد. المسألة ما أنا قائمة على بطولة فلان أو بطولة،
أكيد في البدايات يبرز أشخاص استثنائيين، منهم كان الحاج عماد، هو الذي تجرأ وابتكر وأبدع من أجل أن نصل إلى هذه المعركة. نعم. ولكن هذا التجرؤ والإبداع والتخطيط عمل منه مدرسة، والمدرسة ما زالت مستمرة، وبالتالي اليوم مثل أي جيش في العالم لديك كوادر عسكرية تتخرج وتكسب خبرة في حزب الله وتغطي كل هذه المساحات، ما في أي إشكال. بختام هذه الحلقة، لاحظنا أنه من الأول للآخر عم بتناشد أنه هذا الحلف المقاوم لازم يوعى على شغلتين، أنه الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون حليفا له لأنه عنده مخططة، وتاني شغلة أنه يكون عم يشتغل بالعلن بالسياسة وبالأمن بتنسيق على جبهة واحدة، ولا يأخذ كل جبهة إن كان سورية أو لبنانية أو عراقية لوحدة، ويجب أن يقدم مشروع، ويقدم مشروع سياسي إقليمي ودولي مدعوم من قوى دولية يعطي أمل لكل المكونات الاجتماعية في هذا المنطقة. في اتصالات اليوم بين أعضاء هذا المحور للوصول لمشروع من هالنوع أو في صعوبة؟ أكيد أكيد، أنا ما عم بحكي من فراغ، أنا عم بحكي ولما بعلي الصوت لأنه بكون الصوت قد مشي وبدأ، ونحن كلنا أمل على أنه هذا يتحقق. أخطر شيء في هذه اللعبة أنه نحن نقع بفخ أنه كل فئة أو كل مذهب أو كل حزب يتعامل من خلاف الخوف تجاه الآخرين ويقاتل عن ما يعتقد أنه صح من خلال هذا الخوف. نعم. لأنه هذا ما يغذي الطرف الآخر وهذا ما يفتت أكثر. أما إذا بتطرح مشروع يطمن الجميع وتتعامل بمشروع سياسي ذا عنوان عريض وتبدأ الخطط بشكل شفاف، بهذا مش شفاف بالمعنى العسكري، شفاف نعم. بمعنى الحراك السياسي والاستراتيجي، عندها بتكون عم تعمل عملية عكسية، ديناميكية التفتيت تصبح ديناميكية تجميع، وديناميكية الخوف تصبح ديناميكية أمل ورجاء. هذا هو علم الاستراتيجية التي صار من فوبيا صار من داعش وطريقة تمددها السريع. بكلمتين عنوان نختم فيه الحلقة، شو بتعطي عنوان المرحلة المقبلة؟ داعش سيستمر أو تحدي داعش سيستمر وسيزداد، والآخرين عليهم أن يكونوا على مستوى هذا التحدي بكل الأمور اللي طرحناها، بالاستراتيجية الإقليمية، بالموقف السياسي، بعملية التجميع وليس عملية الحراك المنفرد الذي جوهره خوف المذهب أو الطائفة من كل ما يجري، وهذا ليس هو التحدي الحقيقي الذي يجري في المنطقة. نعم، شكرا لك أستاذ أنيس نقاش على هذه الحلقة وعلى هذه القراءة الاستراتيجية. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، على أمل اللقاء في حلقات مقبلة من حوار اليوم.